السلام عليكم. اللاعب فريد مجيد لاعب المنتخب العراقي. طبعا اللي شجعني انا ازور مركز نوين ايرانا في مشهد في ايران انه زملائي واصدقائي من رياضيين وفنانين، النتائج الطيبه اللي حصلتهم سواء في مجال زراعه الشعر وعمليات التجميل من خلالها. طبعا صراحه جيت لقيت النتائج كلش طيبه، ومن خلال ما سويت عمليه التجميل انه النتيجه جدا طيبه لحد هذه اللحظه، انه ما اشعر ما عندي اي الام من خلال هذا المركز، انه مركز لطيف وجميل، استقبال راقي جدا. اتمنى من كل اخواننا ومشاهدينا ومتابعين هذا المركز ان اللي عنده زراعه شعر وعمليات تجميل ان يزور هذا المركز، زي المركز جدا راقي. السلام عليكم. طبعا مره ثانيه زرت مركز نوين ايرانا بعد العمليه، صار لي تقريبا 15 يوم او 20 يوم، انه اطمئنيت طمن الدكتور انه العمليه جيده جدا. طبعا مركز نوين ايرانا مختص بزراعه الشعر وعمليات التجميل. طبعا الحمد لله والشكر انه اطمئنيت هسه حاليا انه بصحه جيده. انصح كل الاخوان العراقيين وغير العراقيين ان يزورون هذا المركز نوين ايرانا، مركز جدا راقي، انه الاخوان الاستقبال مالتهم. اللي الشيء اللي افرحني انه بعد العمليه وقبل العمليه انه دائما هم يستقبلون.